نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يوما للأنشطة احتفالا باليوم العالمي للطفولة. ويقام المهرجان في جميع أنحاء مصر تحت عنوان عبر عن حقك، وسيضم المهرجان مجموعة من الأنشطة الترفيهية للأطفال بالإضافة إلى إجراء اختبارات لمهارات الأطفال في صورة ألعاب للتحدي مقدمة لهم. كون الطفل يعرف حقوقه هيعرف بعد كده يتربى ان هو يطالب بحقوقه دي، وخصوصا في مجال دلوقتي مجال الحرية والتعبير عن الرأي بحرية، واشتراك الوزارات الثلاثة وزارة الثقافة وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة في هذه الاحتفالية، ده بيدي معنى كبير جدا للتقييم الطفولة عندنا هنا في مصر النهاردة. وزارة الصحة اسمها وزارة للصحة قبل ما تكون للمرض، تعتني بصحة المواطن، وأهم مواطن تعتني بصحته هو الطفل منذ أن يكون في رحم أمه ثم بعد الميلاد السنوات الأولى. السنوات الأولى صحة الطفل هي اللي بتحدد قدراته العقلية والبدنية. إحنا بنعاني من سوء تغذية في الطفولة بيؤدي لظاهرة التقزم الموجودة، تؤدي إلى بعض الأمراض يعني ضعف القدرة العقلية، وده إذا ما تلحقش في سن 3 سنوات 4 سنوات بتغذية سليمة وعناية بيفضل العمر كله. من كده الوزارة بتحط رعاية الصحية الأولية للأطفال مصر في كامل اهتمامها. أنا أعتقد أن وزارة التربية والتعليم بتغيير وتطوير نظام التقويم الشامل عملت جهد كبير جدا للتأكيد على مجال الأنشطة أنها جزء لا يتجزأ من عملية التعلم. ليس الأمر كما كان في الماضي مجرد تعلم من خلال منهج دراسي يتم تدريسه وتلقينه للطلاب حفظه الامتحان في آخر العام، هذا الأمر تغير تماما في النظام الجديد، لكن تطبيق النظام على أرض الواقع يحتاج جهد كبير جدا. يعني نحن وضعنا النظام بشكل جيد، عملنا دليل المعلم تم توزيعه على مستوى المدارس، بندرب المعلمين على مستوى القاهرة ثم في المحافظات، لكن نحتاج جهد أكبر حتى نضمن التدريب يصل لكل معلم على مستوى الجمهورية. يستهدف المهرجان دعم أنشطة تثقيف البالغين بحقوق الطفل وأهمية منع جميع أشكال الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال يوميا مثل العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات القاصرات، وأن تحظى حقوق الطفل بكافة جوانبها بالتأييد والدعم الكامل في ظل مصر الثورة.